نجيو لهذه المسألة ديال بايدن والمغرب وحملة الإعلام الجزائري ضد المغرب. السؤال الذي يطرحه الإعلام الجزائري: بايدن هل سيتراجع عن قرار الاعتراف القانوني، الاعتراف بأثر قانوني بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق الجزائريين. أولا كان جواب واللي خرج من محيط البيت، من البيت الأبيض الجديد، أن الولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما كنا نقوله، دولة مؤسسات وليست دولة أشخاص. ورغم ذلك لا زال الجزائريون يتساءلون، ما زال كيتسألوا. هم لا يعرفون بأن الجنرالات قدموا للرئيس ترامب، لمحيط الرئيس ترامب، أنهم سخاو بسوناتراك تقريبا 70% استغلال سوناتراك لمدة 7 سنوات مقابل التراجع عن القرار ديال الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية. يجب أن يعرف الجزائريون هذه المسألة، بمعنى وصلات الجزائر جنرالات عندهم ملف واحد ويمكن أن يبيعوا به البلاد، الجزائر كاملة، من أجل ماذا؟ من أجل البوليزاريو، من أجل إبراهيم غالي، ومن أجل البوهالي. ولكن نمشيو أبعد، نديروا شوية ديال التحليل أبعد. راه الذي يعود ويقرأ ما كتبه الرئيس الجديد بايدن في أبريل الماضي ونشر في مجلة أمريكية فورين بوليسي، نشر فيها، يقول بأنه أولا الإشكال اللي عنده والذي سيشتغل عليه هو مسألة القيادة في العالم. يعرف بأنه كاين منافسة، بدأ صراع حول القيادة. ثم يقول بأنه سيسترجع الحلفاء التاريخيين، يرجع للحلفاء التاريخيين. هنا المغرب حليف تاريخي، ثم الصراع على القيادة مع من؟ مع الصين وروسيا والجزائر. شكون الحليف ديالها؟ ليس هو الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف ديالها هو روسيا. إذن هنا نخدموا شوية العقل ونشوفوا واش كيظنوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية غتنوض تاخذ قرار اللي هو قرار دولة مؤسسات وتراجع من أجل سواد عيون البوهالي وإبراهيم غالي. واش هذا منطقي؟ أنتم قمتم، الجزائر قامت بكل شيء من أجل أن يكون هناك تراجع، ما يمكنش. ثم ما غنرجعش النقاط ديال أن هذه المسألة دخلت المنظومة التشريعية، وما غنرجعش للنقاش لأن الناس ما كيقروش الدستوري مزيان، يرجعوا يفهموا ما شنو المقصود بالأوامر التنفيذية الرئاسية وتسجيل في السجل الفيدرالي. هذه الحويج كلها يجب أن يقع الانتباه إليها، ما غندخلش في التفاصيل لأنني فات مني تناولتها. إذن هنا كاين توازنات وكاين صراعات لي قادمة ستعزز هذا التحالف، بمعنى على الجزائر أن تبحث عن شيء آخر وأن تطرح السؤال جنرالات أش غيديروا بالبوليزاريو، فين غيديوه؟ وهنا غنجي للنقطة الثانية، فين غيديوا البوليزاريو؟ لأن البوليزاريو كيبقى كواحد الإثبات على الجرائم التي ارتكبها جنرالات الجزائر. وكنقولها 45 عام ديال الاحتجاز ديال مجموعة من الأشخاص. هنا غنرجع للنقطة اللي تارت النقاشات، وهي المقال اللي كتبت لو بوان الفرنسية. لو بوان الفرنسية كتبت بأن شنقريحة دار مناورة ديال الجيش الجزائري في منطقة يديرها، بمعنى يديرها البوليزاريو، تابع للبوليزاريو، انتبهوا مزيان، اللي هي الولاية ديال تيندوف بلا ما نرجع لان كاين البعض كتب مقال
ملي كنقول تندوف الجزائريه بين مزدوجتين ما غندخلش في التفاصيل، الكل يعرف بان تندوف هي مغربيه. وبلا ما نرجع للارشيف، هضرت على هذه المساله، الارشيف الفرنسي كشف على هذه المساله، بلا ما نرجع لهذه الامور، على الاقل هذه اللي كيعتبروها الان الجزائريين كيديروا مناورات فوق منها وهي في التاريخ مغربيه، هذه الولايه ديال تندوف كيعتبر هذا المقال بان بانها الذي يقوم بعمليه ادارتها هو البوليزاريو. ديان كيخرج السفير، السفير الجزائري بباريس بفرنسا، وكيحتج على المقال. وشنو كيقول؟ بمعنى انه فضيحه بفضيحه، كيخرج كيقول بان المناورات راه جرات في هذه البلاصه، ياك في واحد البلاصه كيقول لك هو اللي على الحدود، على الحدود مع البوليزاريو. هذه فضيحه اخرى. معنى هذا واش البوليزاريو في المريخ؟ والبوليزاريو راه فوق الاراضي الجزائريه. اذا معنى هذا انتم سلمتوا هذيك المنطقه اللي فيها المخيمات اللي هي اراضي جزائريه، وهذا لا مجلس امن ولا الامم المتحده ولا العالم كله كيعرف بانكم دايرين مخيمات فوق الاراضي الجزائريه. معنى هذا انكم سلمتوها البوليزاريو. ولكن الخطير وهو هذه المساله، لان هذه هذا اسبوعيه فرنسيه، والمعلومات جاءت من معلومات عن طريق فرنسيين موجودين في الجزائر. الكل كيعرف العلاقه بين الجزائر وفرنسا، رغم ذاك التوتر اللي كيبان، راه الفكره ديال كبرانات فرنسا باينه، كبرانات فرنسا على الجنرالات. المعلومات هي خرجت من المحيط ديال شنقريحه. ماذا تقول؟ تقول بان شنقريحه هو بدا كيمشي كيمدد البوليزاريو نحوه، بمعنى غيوليو هما القياده الميليشيات ديال البوليزاريو هي المشرفه على الولايه ديال تندوف. الولايه ديال تندوف كامله كنهضر، ليس المخيمات، الولايه كامله هذه اللي فيها جزائريين وكذا، وفيها غيوليو هما المشرفين عليها، بمعنى هما الذين يديرونها. شنو هو التفسير؟ ما هو باش نفهموها ابعد؟ البوليزاريو اصبح مقيدا، ما عنده فين يمشي. المنطقه العازله ما بقاش يقدر يدخل لها، والا غيدخل في مواجهه مع الامم المتحده مع العالم كله. وايضا المغرب كيراقب المنطقه العازله، ما بقاتش، بمعنى انها منطقه هي ديال المغرب، عطاها الامم المتحده. الان المغرب من حقه يدير اي عمل فوق هذه المنطقه، لانها ديالو، يحمي في اطار الدفاع الشرعي. مساله ديال القرقرات ما بقاش يقدر البوليزاريو. سالينا قرقرات تم تامينها، ما بقاش يقدر، صافي سالا. شمال موريتانيا، موريتانيا امنت الحدود ديالها، اذا البوليزاريو ما بقاش عنده فين يمشي. اذا هنا البوليزاريو بدا ينتشر داخل الجزائر، كيدخل هو فوق الاراضي الجزائريه، فوق الاراضي الجزائريه كيفوت المخيمات. وهنا كيجي بان شنقريحه اللي هو عنده علاقه بالقيادات ديال البوليزاريو، خاصه بالبوهالي اللي هو من اصول جزائريه، كيبان بانه بدا كيدفع البوليزاريو ان يتمدد في ولايه تندوف كامله، يمشي يدخل. شنو معنى هذا؟ ان الذين كانوا الكثير يتوقع بان البوليزاريو هذه القنبله غتنفجر داخل الجزائر، الان بدات تنفجر داخل الجزائر. والبوليزاريو هنا ليس فقط المخيمات، دوك الناس ديال المخيمات اللي هما محتجزين، كاين المسلحين الذين جمعتهم الجزائر من منطقه الساحل وكانت تريدهم ان يهاجموا المغرب، كل شيء هذا الشيء سالا. اذا سيهاجمون الجزائر، اذا الان الجزائر بمعنى ان شنقريحه الذي لا يفهم، بمعنى قلت بانه لا يفهم، لانه في المسار ديالو ليس ماشي عسكري في التكوين ديالو، عسكري مزور في هذا المسار ديالو، ما كيفهم لا سياسه لا عسكر، انه وما كيفهمش، ما يقدرش يسير المشاكل اللي كاين الان، بدا كيبحث على هذا النوع من الحلول خطيره جدا، يجب الانتباه اليها. اذا هذه هي النتائج، هذه هي النتائج اللي وصلت لها الجزائر اليوم في هذه المرحله هذه. هذا النوع من الجرائم اللي كيرتكبوا الجنرالات، ماذا ينتظر الجنرالات؟ شنو كينتظروا؟ اولا نبداو من الداخل، كاينه مجموعه ديال الجنرالات اللي بدات العمليه ديال المصادمات والاغتيالات. اذا اما رابح واما ميت، ولا كنتي رابح فمع المده غادي تدخل للسجن، لانه الاوضاع الحراك غادي يرجع والدوله المدنيه ستخرج. اذا جناح القيد صالح في عمليه تصفيه مع جناح توفيق، رجعوا لهذا الصراع.
ما تغيراتش الجزائر، رجع لهذا الصراع وكيجري هنايا. كاينه محاولتين حسب معلومات تمت على الاقل في الاسابيع الاخيره لاغتيال شنقريحه، ما نجحتش هذه المحاولات. لهذا فكل الدورات اللي كيديرها في مجموعه من المناطق العسكريه هي الخوف على هذه المسائل، هذه العمليه ديال 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 الاغتيال ديالو او الانقلاب عليه. هناك من يتحدث على ان تيار القيد صالح بصدد ترتيب عمليه كبيره لاغتيال لتصفيه الجنرال توفيق. هذه معلومات تروج بحده وهذا متوقع، لان التصفيات التي تمت في الاسابيع الاخيره على الاقل لجنرالين بالاضافه للناس اللي مشاو للسجون كلها من تدبير الجنرال توفيق. اذا هذا ماذا ينتظر الجنرالات؟ كينتظرهم اولا الحراك سيعود، وهنا لاحظنا بانه بدا الجزائريون يتحركون من جديد. لا يمكن للحراك الذي خرج بتلك الصوره ورجع بسبب كورونا ان ينتهي، لانه الفكره التقطت وهي دوله مدنيه وليس دوله عسكريه. الجنرالات ينتظرهم مرة أخرى ملف العشرية السوداء، 200,000 جزائري ماتوا و 50,000 مختفية ينتظرهم. وهناك معلومات تقول بأن الجنرال خالد نزار كشف عن هذه المعلومات، كشف عنها في أوروبا لما كان كشف عنها موجود هذا الملف وسيحرك، وكشف عنها في اللحظة الأولى لما خرج وهرب من السجن قبل ان يدبر هو نفسه اللي دبر العمليه ديال اغتيال قيد صالح. هناك من يقول بانه كشف عن هذا الملف كله. اذا سيتحرك هذا الملف، الاسباب موجوده وهناك معلومات موثقه. مساله اخرى وهي ان الجنرالات الذين حكموا الجزائر تنتظرهم، هذه مساله انتبهوا اليها جيدا، دعوه قضائيه سترفع امام المحاكم الدوليه لاسترجاع الممتلكات ديال اليهود الذين كانوا في الجزائر والذين طردهم العسكر مع فرنسا، واعتبر بانهم اعتبرهم بمعنى خذ الممتلكات ديالهم، لديهم الوثائق، وهي دعوة ستحرك. اذا كل هذا ينتظر الجزائريين، ينتظر الجنرالات الجزائر.